السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذه الآية أمام ما يجري أحيانا، صورني وأنا عم بتصدق، سلفي والأقصى خلفي وغيرها من الصور التي يعرضها الناس كمظاهر لما يقومون به من أفعال الخير. يسعدنا في هذا اللقاء نستضيف سماحة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية. بداية نرحب به، السلام عليكم سماحة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، يعني من الظواهر الاجتماعية في هذه الأيام أنه بعض الناس يقومون بالصدقات، ولكن بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي أنه صورني وأنا بتصدق، صورني وأنا مع الأيتام، صورني نعم وأنا نعم. أو صورني وأنا خاشع نعم. وصورني وأنا الأقصى. ما رأيك يعني حكم الشريعة في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الأصل أخ محمود في قضايا الصدقات الإخفاء حقيقة، وورد أثار كثيرة في ذلك، يعني لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن مبنى العبادات على أن يخلص الإنسان فيها لله سبحانه وتعالى، بعيد عن كل مظهر من مظاهر الرياء أو مظاهر المفاخرة أو مظاهر المباهاة وكل ذلك. لكن لا يمنع إذا كان هناك صورة موجودة يعني عفوية، كأن تكون مجموعة في إفطار صائم مع أيتام أو مع أطفال فقراء أو كذا، وتخرج الصورة جماعية بمعنى أنهم يواسون هؤلاء الأطفال. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون في ذلك أي حضر أو أي محظور. فالأصل أن ينتبه المسلم لنيته وهو يعمل العمل الخير لله تعالى. أنت تصوم، والصيام سر بين العبد وربه، لا أحد يستطيع بالشارع أن يقول هذا صائم وهذا مفطر، لكن السر اللي بين العبد وربه هو هذه الأمانة، هذا الحرص على أن يتمم الصيام خالصا لله. ولذلك من هنا قال العلماء: العبادة التي لا يوجد فيها أي مظهر من مظاهر الرياء هي الصيام، لأن سر بين العبد وربه، بينما الصلاة فيها حركات، فربما يتظاهر بحركات الخشوع كما أشرت أو كذا أو كذا حتى يراه الناس، فهذا والعياذ بالله يعني يدخل شيء من الرياء في العمل، وإذا ما دخل الرياء في العمل أحبطه. الله سبحانه وتعالى كما يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، وبالتالي لا يقبل الإشراك بالعمل وبالعبادة وبأي شيء. فلذلك يجب أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى في مباشرة كل العبادات ومنها الصدقات، إلا إذا كان شخص ممكن أن يقتدي به الناس، يعني حينما يتصدق بشكل ظاهر يكون هذا أسوة للآخرين أن يتبعوه وأن يتصدق. قال العلماء: لا يمنع مثل هذا الإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل حتى يقتدي به الآخرون ويقوموا بأعمال الخير. نعم. فهذا لا بأس به، لكن الأصل أن تكون العبادات بين العبد وربه خالصة لله سبحانه وتعالى، سواء كانت صدقات أو غيرها. نعم، على كل إن هو موضوع كبير وفيه كثير صحيح. من التفاصيل، لكن صحيح. يعني معنا اتصالات. نور الدين تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. نصاب قانوني للزكاة، هل هو مثل 2500 دينار ما يعادل قيمته 15000 شيكل، أي 2.5%؟ نعم. وفي كمان سؤال: الزكاة فرض، ولكن من لم يأتي بها وهو قادر ما هو العقاب؟ ومن لا يقدر على أدائها ما هو الصواب؟ نعم. ومن مر عليه سنة ولم يزكي وهو قادر وجاءت سنة أخرى، هل يقضي السنة التي ذهبت كما الصلاة والصيام؟ نعم. وفي سؤال بخصوص الأسرى غلبت. تمام. إيش؟ في سؤال بخصوص الأسير. آخر جملة. آخر الأسير. الأسير. الأسير ماله؟ عندما يعني بقضي 10 أو 20 سنة وما عنده لا أرض ولا بيت ولا سيارة ولا زوجة، وراد أن يدخر ما ينزل لهم الراتب، يرتب أموره. واضح. واضح. هو يعني بيحكك عن سكت. هل تجب على الزكاة؟ أيوة واضح. اتفضل سمعت شيخ. يعني بالنسبة أولا يا أخي لقضية نصاب الزكاة، نعم نصاب الزكاة في هذا العام كما حدده مجلس الإفتاء الأعلى هو 2500 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مثل ما تفضلت بحدود 15000 شيكل بعملة الشيكل وهكذا. بطبيعة الحال هذا النصاب إذا حال عليه الحول وأنت لم تستعمل ولم تستخدم لا في مصروفاتك البيتية ولا في أي مشروع من مشروعاتك، فجاء الحول فعليك أن تزكي هذا النصاب
اللي هو كما قلنا 2500، فإذا كان معنا 2500 أو أكثر نزكي بنسبة 2.5% لكل دينار، وبالتالي الألف بيكون عليه 25 شيكل أو 25 دينار إذا كان العملة بالدينار كما أشرنا. طبعا إذا فاتك سنة ما زكيت لسبب من الأسباب ومع وجود النصاب، فهذا أيضا يجب عليك أن تخرج هذه الزكاة بالسنة الثانية، يعني لا تذهب الزكاة كالقضاء يعني؟ نعم تبقى دين في الذمة. نعم الزكاة تبقى دين في الذمة لأنها وجد سببها وهو ملك النصاب، ووجدت شروطها وهو حوانان الحول إلى غير ذلك، وبالتالي تبقى في ذمته وعليه أن يبادر إلى إخراجها في العام الثاني. ونحن ننصح إخوتنا المزكين الذين عادة ما يتخذون السنة المالية شهر رمضان المبارك أن يبادروا في هذه الأيام، ونحن الآن في العشر الأواخر من رمضان، يعني ما بقي أسبوع زمان من هذا الشهر الفضيل، فليبادروا بإخراج زكاة أموالهم، وليبادروا أيضا بإخراج صدقات فطرهم، وهي كما حددها أيضا مجلس الإفتاء الأعلى في هذا العام 9 شواكل أو ما يعادلها، ومن زاد إن شاء الله له الأجر وله الثواب. فبالنسبة للزكاة هكذا نتصرف بالزكاة. أما بخصوص سؤال الأسرة نرجع له، نأخذ سؤال طيب ونرجع سامحنا نأخذ سامح من غزة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا وسمحت أسأل الشيخ محمد حسين شاري. تفضل يا أخي. تفضل. الله يعطيك العافية. بالنسبة للزكاة، هل يجوز الزكاة إني أنا أعطيها لأختي؟ نعم. سألنا في عدة مشايخ قال لي أديها لزوج أختك. طيب. أنا مش عارف هل إنه يجوز طيب. أعطيها لأختي طيب. أو لزوجي؟ طيب. السؤال. طيب. هل زكاة الفطر؟ زكاة الفطر هي 9 شيكل، هل ينفعني أنا أصوم فيها لأختي؟ برضو للأخت. نعم. نعم. طيب إن شاء الله تسمع الإجابة. نرجع للأسير وزكاة مال الأسير. نعم ما في شك أن من ادخر مبلغا من المال لقضية بناء بيت أو لزواج أو لكذا، ثم هذا المال بلغ نصابا وحال عليه الحول، ما في شك أنه تجب فيه الزكاة، والله سبحانه وتعالى سيبارك هذا المال. يعني الله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهره وتزكيهم بها، وبالتالي الصدقة التي هي الزكاة حقيقة هي طهرة وهي تطهير وتزكية لهذا المال وللمزكي، والله سبحانه وتعالى يبارك، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، المال الصدقة لا تنقصه، بل بالعكس الله يبارك في هذا المال ويعوض بالبركة، وهذا شيء مطلوب. والزكاة عبادة أيها الإخوة، وهي ركن من أركان الإسلام تماما كما نصلي نزكي ونصوم وهكذا، فحقيقة هذه أركان الإسلام وهذه عبادات، وهي فرض عين على القادر طبعا على الإتيان بها، وبالتالي علينا أن نلتزم بالزكاة كما نلتزم بالصلاة كما نلتزم بالصيام. والجدير بالذكر لمن يقرأ القرآن الكريم يجد في غالب الآيات أن الزكاة اقترنت بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبالتالي ما في شك أن الزكاة هذا الركن المالي المهم علينا أن نحرص عليه، وهو إن شاء الله زكاة لكل أموالنا كما أنه زكاة لأبداننا ولعباداتنا، فلنحافظ على هذا الركن مهما كان. يعني أنت لا يشترط أن تدفع الزكاة ما لم يتحقق عندك النصاب، والله عندك النصاب أقله 2500 دينار، هذا النصاب وحال عليهن الحول وبتزكيهن، وانت شو بتزكي 2500 دينار؟ يعني كل الزكاة لا تتجاوز 57 دينار، 62.5 دينار، يعني من 2500، يعني لا يكاد مبلغ الزكاة يذكر إذا ما نسب إلى المبلغ الكلي وهو النصاب، وهو بركة إن شاء الله، وهو عبادة فيه الثواب، والله سبحانه وتعالى مدح المقيمي الصلاة ومدح المزكين ومدح المتصدقين والمتصدقات، وكل هذا حقيقة يجد الإنسان في سجل أعماله الخيرة إن شاء الله. نعم نأخذ معنا غدير، تفضلي غدير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أحكي مع سيدي الشيخ؟ حياكم الله، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. تفضلي تفضلي. ممكن بدي أسأل سيدي الشيخ، أنا العام كنت مريضة بشهر رمضان. نعم. أفطرت 7 أيام الدورة وبعديها إني عملت عملية،
وافطرت 10 ايام واطلعنا عنهم، هسه هدول بيحلوا اني بعد ما اشفى اني اسدهم ولا خلص اللي اطلعتهم؟ طيب واضح سؤالك. مين معنا كمان؟ علي من غزه، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، تفضل. هذا الشهر الكريم نتمنى من الله ان يوفق السيد الرئيس ابو مازن الى ما فيه رضاه. امين يا سيدي، حياكم الله. نريد بس انصاف السيده الارمله، الارمله في حصتها في معاش والدها. نرجو من السيد الرئيس ان شاء الله ان ينصف الارمله التي قاربت الستين في انصافها في معاش بحصتها من والدها ان شاء الله. نعم. في هذا الشهر الكريم. نعم. فكن سؤالي كان بخصوص برضو الاخوات هذه، لان هذه اخت بدي اعطيها الزكاه. هذا الاخت اللي طيب. عمرها 60، قاربت ال 60 ولا حصه في معاشات ومعاش والدها، والمعاشات تقول ان والدها توفى له كذا، اذا كان والد توفى له يوم او 10 او 15 فلازم شرعا ان تاخذ حصتها في معاش والدها. قاربت ال 60 ماذا تفعل؟ تتسول عبر الجمعيات، الجمعيات التي لا تاتي ولا تدفع الا لمن هو منظم تنظيما. كل طيب واضح يا اخي، واضح، بارك الله فيك. طيب واضح سؤالك، وصل القصد. شكرا، وصل رسالك. ناخذ موسى. ام موسى تفضل يا اختنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل عام وانت بألف خير. وانت بخير يا رب. خير يا رب، تفضلي يا اختنا. بدي اسال الشيخ والله. تفضلي يا اختي، تفضلي. بصير انا سجلت الاولاد لانهم كلهم عيانين، سجلتي وفطرتي. لمين؟ لاولادك؟ كلهم اسرة طالعين. طيب 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 ان شاء الله تسمع الجواب. نرجع رجوع من الاخر. نعم. انه اولادها كلهم عيانين. لا، ما في شك عن صدقه الفطر. الصدقه سواء كانت الفطر او كانت الزكاه لا تجوز ان تصرف للفروع والاصول، وهذا امر نؤكد عليه دائما، يعني للابناء وابنائهم وان نزلوا، وللاباء والاجداد وان علوا. وتخرج عنهم كأن السؤال. تخرج عنهم، نعم. هم تخرج. عيانين كما تقول. عيانين، يعني هي تخرج عنهم صدقة، ما في شك أنها تخرج، لأن الصدقة تجب على الإنسان عن نفسه وعمن يعول أو يمون، وبالتالي تخرج الصدقة عنهم، ما في شك، فيش إشكالية أبدا. نعم. السؤال كان من أخونا اللي أطال، يعني كأنه يتحدث عن أيضا في الزكاة، عن أخت لها. نعم. حق في، ما في شك. وذكر الأرملة كمان في نعم سؤال. هي سواء كانت أرملة أو فقيرة. نعم. ولها معاش تقاعدي مثلا أو مكافآت لوالدها رحمه الله، ما في شك أن المكافآت المالية التي تصرف من المؤسسات الحكومية تصرف وتقسم حسب التقسيم الشرعي، إلا إذا نصت هناك بعض القوانين لخصوصية لبعض الناس فيحصر الأمر في من نص عليه هذا القانون وحصره في مثل أبناء الشهيد أو غيره. أما بشكل عام ما يترك المتوفى من رواتب تقاعدية أو من ادخارات أو كذا تقسم حسب التقسيم الشرعي، للذكر مثل حظ الأنثيين في هذه الحالة، والأولى بطبيعة الحال كما أشار الأخ أن تأخذ هذه المرأة حقها من مما ترك والدها، أفضل بكثير من أن تتسول أو تقعد تنتظر إحسان الناس وإحسان الآخرين، وهي بالإمكان أن تستغني إن شاء الله بحصتها في أموال والدها. نعم. السؤال الأول كان أفطرت في شهر رمضان لعذر ما. نعم. وجاء العام القادم ومرضت واضطرت يعني أنه تدفع مال، تقول هل يكفي ما دفعت من المال أم يعني لا؟ هي الحقيقة إذا شافاها الله سبحانه وتعالى من المرض عليها أن تقضي، لأن الأصل إذا أفطرنا بسبب المرض العارض ثم زال هذا المرض أن نقضي، ولا يكفي الإطعام في هذه الحالة إلا. نعم. إذا تراكم على الإنسان رمضانات كثيرة وأصبح عاجزا عن القضاء لكثرة ما تراكم عليه، فنسأل الله هنا أن يكفي الفداء عنه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتقبل هذه الأعمال. نعم. هو فضيلة الشيخ، سمعت شيخ، يعني لا يجزي أن دفعت، ممكن الأطباء يعني قالوا لها أنت الآن في وضع خطير في المرض وأنه ادفعي ودفعت، ما بكفي؟ كأنه هيك فهمت من سؤالك. لا، إلا إذا كان المرض كما قلنا مرضا مزمنا أو مرض طال. نعم. يعني خلينا نقول 5 سنين أو 10 سنوات هي مش قادرة تصوم بسبب هذا المرض، ففي هذه الحالة تنتقل إلى قضية الإطعام، فإذا أطعمت اللي هو الفدية
وعلى الذين يطيقونها فدية طعام مسكين. نسأل الله أن يكون هذا كافي عن قضية القضاء بالنسبة للأيام التي فاتت، لأنه يصبح عليها حرج ولا تستطيع القضاء. فإذا أفدت عن هذه الأيام بناء نصيحة الأطباء أو نصيحة أحد أهل العلم، فنرجو الله أن يكون كافيا عنها. نعم، نأخذ أم صابر من بيت لحم، تفضل يا أختنا. عليكم السلام. السلام. الله يسعد لي، يسعدنا إليك يا ربي، يسعدك إلنا يا شيخ. الله يخليك يا أختي. الله يرضى عليك. بدي أسألك في سؤال بالنسبة، عندي ابن أخت وكبير بعرفش يتوضى، يعني مريض بعرفش نعم يتوضى. نعم. ويوم بس بحط السجادة الصلاة بصلي زي ما أنا بصلي جنبي هو بصلي، يعني ما يعني ما بعرف يقرأ، ما بعرف أي شيء. أنا بعلي صوتي مشان هو يردد وراي، ما بضبط كل شيء هذا الكلام. نعم. فإنه يعني أنا علمته أنا وربنا بيشهد علي. الله يجزاك الخير. السؤال الآن إيش السؤال يا أختي؟ أنا يعني إني يعني في إثم إلي منه. إثم؟ ما تعلمش وهوته ما بعرفش يصلي يعني، وأنا بشوفه وبطلع عليه بس مش عارف أعمل له. واضح سؤالك. نأخذ مين معنا كمان؟ محمد تفضل. كيف حالك؟ حياكم الله. واحد ماخذ مصاري من الناس يعني 7 مليون مثلا، وغيرك في البحر وغيرك في البحر وغيرك في البحر، شو يعني المصاري؟ نعم. طيب واضح سؤالك، يعني نبدأ بهذا السؤال مهم، إنه وذكر مبلغ كبير يعني 7 مليون وغرق في البحر. ما هو المطلوب؟ يمكن قصده عن الأتباع يعني أولاده إخوانه. هو الحقيقة الأصل أن من استدان دين وهو بكامل قواه العقلية هذا مكلف، وهذا أصبح دين يتعلق بذمته، فعليه أن يقضي هذا الدين أو يعيد الأمانات إلى أصحابه. أما وقد غرق، وبالتأكيد غرق هو المال، فذهب الرجل يعني الآن، فإذا بقي له أبناء إن كان بإمكانهم أن يسددوا مثل هذه الديون وعندهم القدرة على ذلك فلا بأس من باب البر بالوالدين، لكن لا يلزموا لا شرعا ولا قانونا بتسديد هذه الأموال. هذه ممكن الأموال. سمحت الشيخ، الغرق ما له علاقة بخسارة المال، يعني هو عليه ديون مثلا أو أموال بسبعة مليون، كان راح استجمام يعني، مش انه نعم. حامل الاموال مسافر فيه. يعني احنا بدنا نقول اذا كانت الاموال معه او كانت الاموال موجوده، لا ما في شك ان اصحاب الاموال هم اولى الناس باخذ هذه الاموال، لانه اذا توفي الانسان ينظر في قضيه الامور التي تنفذ بعد وفاته، فاولا يجهز ويكفن ويغسل وما يلزمه هذا من ماله، فثم بعد ذلك نبدا بتسديد الديون. فهذا إذا غرق والمال موجود بالتأكيد أولى الناس بهذه الأموال هم أصحاب الديون يسددوا، فإن بقي شيء من هذه الأموال تسدد الوصايا إذا كان له وصايا، فإن لم يكن وصايا ما تبقى من المال يقسم على الورثة حسب التقسيم الشرعي الذي تقوم به المحاكم الشرعية. نعم. سمحت شيخ، كأني فهمت من فتواك أنه إذا كان معه المال وغرق، لكن حتى لو كان معه المال وغرق وهو رجل غني يعني يمكن عنده أموال، إذا عنده أموال تسدد. نعم. تسدد لا حتى لا لا لو لا تسدد، يعني إحنا بنقول إذا وجد عنده أعيان مالية وتسدد ما في شك، لأن هذه تعلقت بذمته، وبالتالي لابد من أن تبرأ الذمة. ومعروف أخ محمود أن الدين يمنع من دخول الجنة. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بجنازة يسأل هل عليه دين، فإن قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم. نعم. فلذلك وبعض الصحابة كان يقول يا رسول الله أنا أتكفل بديني، فيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الديون لا تسقط. نعم. عن العبد. نعم. مين معنا؟ محمد تفضل أخي. تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله يا شيخ بدي أسأل، أنا بالنسبة إلي أنا معي سكري وبأخذ أنسولين وأدوية. سلامتك. الله يسلمك. أكيد كجبت لي لازم أدفع على اليوم. نعم. طيب نأخذ أبو زياد ونرجع للسؤال، تفضل أبو زياد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ لو سمحت، أنا عندي رأس مال بشتغل فيه بشركات،
نعم مساهم بشركات، نعم، هل رأس المال هذا يزكى ولا أرباح الشركات اللي باخدها هي اللي تزكى؟ نعم نعم، واضح السؤال. تمام، واضح. نعم، نبدأ من الآخر كالمعتاد، رأس المال هو الذي يزكى أم الأرباح؟ يا سيدي، هذا المال بالشركات المساهمة تحسب الأسهم، لأنه الأسهم حقيقة يقابلها مال، هي تعتبر أسهم مالية. نعم. ولذلك يحسب هذه الأسهم وقيمتها ويضمها إلى أمواله النقدية إن وجدت طبعا، ويزكي الجميع. ليس على الأرباح الزكاة، بل هي على الأسهم، لأنها هي أموال. نعم. وهي أموال تربح وتستثمر. لكن إذا كانت الشركة فيها آلات، وهذا بيسموه العلماء والفقهاء آلة الصنعة، يعني مصنع قيمته مليون، المصنع بآلاته. نعم. هذا لا يزكى المصنع بآلاته، الذي يزكى ما ينتج هذا المصنع، ما ينتج يزكى زكاة عروض التجارة أو زكاة الأموال، لكن رأس مال المصنع أدواته آلاته هذه لا زكاة عليها. وبنفس الصورة قضية الشركة، فإن كانت الشركة عبارة عن أعيان آلات وماكينات، هذه لا تزكى، إنما يزكى الناتج والمرابح من هذه الآلات والماكينات. لكن إذا كانت أسهم شركات مساهمة كما يجري في قضية البورصة الفلسطينية أو سوق المال الفلسطيني، هذه الأسهم تقدر بأموال، وبالتالي هذه تزكى زكاة المال بنسبة 2.5%. نعم. طيب سمحت الشيخ، يعني في عندي كان سؤالين بسيطات عشان هيك أجلتهم. الأخت اللي ذكرت الصلاة، هل هو ملزم هذا الإنسان اللي ذكرت أنا يعني علمته يا سيدي وما تعلم، هي مكلف بالصلاة هو أصلا؟ لا، هي جزاها الله خير إذا كان علمته الصلاة وأصبح يصلي بنفسه، أما هي أصلا لا يجوز أن تكون له إمام. نعم. هي ما بصير تكون إمام وهو مؤتم. نعم. بها ما بصير، هي امرأة، ولذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع الطفل بجانبه وأنس، وجعل أم سليم خلفهما. نعم. فهكذا ترتيب الصلاة، فهي لا يجوز أن تكون له إمام في هذه الصلاة، بل تعلم الصلاة ليصلي بنفسه. نعم. أو يصلي مع الرجال إن أمكن ذلك. نعم. ولها الأجر إن شاء الله. يعني نأخذ آخر اتصال، يمكن معنا دقيقة للسؤال والجواب. معنا مواطن من رام الله، تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أنا شيخ زارع كلى وراتبي 1500 شيكل، بقدر سلامتك. اطلع زكاة ولا لا؟ طيب يعني راتبه 1500 شيكل هو ما جاب سيرة النصاب، بيطلع عليه زكاة ولا لا؟ كانوا يتحدث عن الفطر حتى يعني يا سيدي، إذا كان تقصد صدقة الفطر، نعم صدقة الفطر تخرج صدقة الفطر عنك وعن أبنائك وعن زوجتك، يعني من تعول وتمون في البيت. لكن إذا كنت تقصد الزكاة، لا أعتقد أن اللي براتبه 1500 شيكل يستطيع أن يوفر من هذا الراتب ما يصل إلى نصاب الزكاة فاضلا عن حوائجه الأساسية. فالزكاة مرتبطة بوجود النصاب، وهو 2500 دينار أردني يحول عليها الحول، والحول هنا السنة القمرية، فاضلة عن حاجاته الأساسية. فإن كان هذا وصفها يزكي 2.5%، إن لم يكن هذا الوصف قد تحقق فلا زكاة عليه، وإنما صدقة الفطر. نعم. نعم. يخرجها. نعم. على كل يعني انتهى وقت برنامجنا لهذا اليوم. أشكر سماحة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية على هذا اللقاء الطيب، وأشكر المشاهدين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
While some have the luxury to choose, others struggle for a decent iftar. Share your iftar in Ramadan and spread the love for Palestine refugees with every iftar.